السلام عليكم حبيبات ديالي، لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا بلوك في فيرما، مازال ما بقيت نخرج على برا حيت الصهد كاين وكل شيء. ايوا اليوم بغيت نوجد معكم الغديوه ديالي. اليوم غادي نقلي البطاطا، هانتوما قطعتها هكا وين البطاطا كلشي تعرف قطعها، ملي قطعتها بالقشور ديالها هاي. واللي بغى يند تقلا وكلشي، واللي بغى يحيد القشره يحيدها، اللي ما بغاش يخليها. المهم تجي زوينه، راه دايره فيها الملحه، مرقدها في الملحه والتنجال. دابا راه مازال مرقد في الماء بالملحه. هانتوما هذا التنجال غادي نقليه. دابا غادي نصفيه، نديرو في واحد الصفايه بحال هكا. ايوا نصفي في هادي الباسوار بحال هكا. غادي نصفي فيها التنجال باش يبقى ليا، باش ملي تقلى ما تيشربش ليا دم. راه دايره فيه الملح، راه مالح. فوالا ايوا. وغادي ندير مطيشه والبصله، وغادي نشارك معكم اي حاجه درتها غنديرها معكم اليوم. جينا المهم راني مازال في الفيرما باش حيت مع شويه المغال ماشي هو هذاك، وهادي جايه في تنقص شي شويه في الفيرما هنايا. والصهد اجا ما تخرج على برا. المهم غنبقى نصور لكم على برا، وغادي نوريكم اش كنت نديرو. المهم كلشي غادي نشاركو معاكم، وداكشي اللي تنبغي انا غنشاركو معاكم باش نحبكم. المهم اليوم تنقدم تعازي حار لساره ام السعديه، الله يرحمها ويوسع عليها مسكينه في هذا النهار. وساره تبارك الله عليها اللي شداتها وتهلات فيها، عرفتي، وحاطنها عرفتي، وتدير لها الخاطر وكلشي، وما كاينش اللي غادي يقدر يدير بحال داكشي. دابا واخا تقولوا اي حاجه، المهم حتى حد ما غادي يقدر يدير بحال اللي دارت ساره. تبارك الله عليها والله يحفظها، والله يجعلها لها حسنه من عند الله. وام السعديه الله يرحمها، كنا تنضحكوا معاها وتوانسين معاها، الله يرحمها ويوسع عليها. وساره وليداتها الله يصبرهم، الله يصبرهم عليها، باسكو ماشي سهله، مرا كبيره كديرها بحال بيبي في الدار. والله يرحمها، كنا ليها، الله يرحمها ويوسع عليها، والله يعطيهم الصبر، والله يرحم ام السعديه. هانتوما هنايا البنات، هنا غندير واحد المقيله فيها جوج مطيشات هما مغسولين، فيها جوج بصلات ديال البصلات، وفيها تنقوي الثومه البنات، تجي بنين. هانتوما راه هنايا شي 4 الفصوص ديال الثومه، وغادي نقطع فيها شويه ديال الملوخيه. هانتوما الملوخيه زوينه، هاتي واحد المقيله زوينه باش نرافقها مع البطاطا، رافقه مع البطاطا اللي غادي نقلي، ورافقه مع التنجان. غادي تبقاو تشوفوا غير خضر طايبه صافي. وغادي ندير فيها فليفله حاره نقطعها هنايا باش تبنن الحال. والخبز ما غادي نعجنوش اليوم، راه عندي الخبز. فوالا المقيله غادي نقطعها وغنرجع معاكم نوريها لكم راني قطعتها في البلا. نقطع الخضيره هنايا الثومه، هو الروتين ديالنا ديال العربيه في الشكل ماشي بحال المدينه. ويلا زوين تدير واحد لامبيونس، ما تعبريش شنو غطيبو شنو ما طيبش، تلقيتي قدامك تطيبيه. المهم كلشي تيتكل بحال راه كيف البحر، راه كيف المخيم. ويلا انا قطعت دابا سميتو تاع البصيله وما تشارطيها من بعد باش تجيني صافي. نقطعها طريفات هكا، المهم تندير معاكم تنشارك معاكم اي حاجه درتها تنشارك معاكم. المهم باش تونسونا وتونسوكم وصافي. ماريو تشوف بقى في معجب الناس ما تيشوفوش شنو، ولا فيه طلبه ولا فيه مشاكل وصداع وهادي، ماشي يخلي كل واحد يدير المحتوى ديالو وكلشي تيدوز مزيان بحال اي بلاد هكا. المحتوى ما كاين ماشي بحال المشاكل والمعيار وكلشي،
اللي تيتعذب ويضرب سماره في المحتوى ديالو، ما تيصورش بحال اللي تيتعاير و يتعاطف في اليوتيوب يتفرجوا فينا البلادات كاملين. واحد يتفكر غير في هذا ستانساك اللي تيتهلكوا وتيموتوا، الوليدات تياكلوا. شفت واحد الفيديو دايرين و تياكلوا مساك الربيع، والله يفاجئ عليهم وعلينا ان شاء الله. المهم انا قطعت درت هذا الملوخيه هكا طويله خليتها، قطعت الفليفله الخضراء ها هي، الثومه ها هي قطعتها هنايا ها هي، والبصله دابا غنخلي هادشي يتقلى، غنزيد عليه شويه الزيت، ندير شويه الزيت. ما عنديش البلديه مازال ما جبتها، هذا سميتو هذا القزبر اليابس، زوين مع الصفقة وطيب وراه صحي البنات، راه صحي. غندير شويه د الابزار، دايره كلشي في قريعات حتى من بعد. غندير شويه عندكم ولا ما عندكمش ما ديروهاش، غدير شويه ديال البصله اليابسه. صافي ما غنديرش شي حاجه اخرى، غندير مليحه مليحه فوالا، وغنخلي هادشي يتقلى وانا معاكم البنات. هيا البنات تحرات في البصله، ودابا الطماطيشه شوفو كيقطع تغليظ، غادي نزيدها شويه الماء اللي غتبقى يتقلى لي كلشي، غادي نزيد شويه الماء وغنخلي هاد لاصوص تقلى 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 مزيان. فوالا غادي نخليها تقلع، نزيد فيها واحد شويه د الماء، ولا لا دارت ليا هادي الماء ما نزيدش، غير تبغيتها مقليه غادي تفتح عليها البيضات الملوخيه والمطيشه والبصله والثومه، غندير عليهم شويه البيض. ايوا ها الفلا ولا حبيبات ديالي، هيا ديك البصيله والملوخيه والمطيشه الثومه اللي درت معاها، سقيت عليها ربعه البيضات، هادي البيضه اللي طيبت. لا هو الفنجان اللي كنطيب، هو الفنجان اللي كنقلي، جات لك النبغة كطيبو كطيبها هاكا البنات، راه مكيشرب في الزيت، إلا درتوه في الزيت، درتوه في الما والملحة، خلوه يرقد شي ربع ساعة بحال هاكاك، ها كيجي الفنجان زوين. يلا